يا ويلي يا ويلي انا جيت نورت البيت، قم فز وطي البيز يا ولدي وعليلي البيت، سمعني صوت عيال وسقفه وحبة زغريت. أنا الكبير هو الكبير، فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير، أقوى 100 مرة من الدب وصوتي صوت زئير، شموخ الصقر في السما زكأت على بمكير، اخلط كل ده كوكتيل يطلع لك الكبير، كوكتيل خطير كوكتيل خطير. رضعت في طفولتي من الناقة مش بودرة وعصير، عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن أحرف من أي واد صغير، أو كان كبير أو كان كبير. كفاءة أحكم أي شعب مهما كان كتير، مهما كانت صفاته كان غني أو كان فقير، مهما كان علامة جاهل أو خريج فرير، يطيع الكبير يا تكون محذوف في بطن بير. Objection. Objection. Yeah. Yeah. Come on. I really love this country like a fat kid loves the cake. And I'll be then your umda, please just give yourself a break. You can't even battle me 101 Mr. Fake. My rap is like an ocean while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي، وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجر جابوي، تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي، كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي. اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع، فروسيا نكسب في الحديد هرفع الكلمه بترفع، نو واي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع، حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع، طعم التفاحه بعد الشكليطه ماسخ ما ينفع ما ينفع. جزرة وقطمها جحس يا ويل. كفاية كده هيجيله برد. هو مش هيجي غير بكده. خلعتني عليك يا كبير. بيبي انت كويس؟ لا ده زي الفل، تلاقيه بس مش واكل ولا حاجة، يقوم وياكل وهتلاقيه بيتنطط ويبقى فقرة. بقول لك ايه يا بيبي، ما تيجي احنا نريح في اوضتنا، ها؟ ونسيبهم هم يصفصفوا مع بعضيهم. ده مين يعني وعايز ايه؟ سيب القميص. سيبه انت بتعمل ايه؟ اهدى يا كبير. اوعي عليك. انطر ياك، انت مين وعاوز ايه؟ بقول لك سيب القميص. محروق القميص. نو بقول لك سيبه يا قليل الادب. انت بتتخانق معايا ولا مع القميص؟ هو انا عشان لابس قميص وبنطلون هفكرني من العيال الفرافير؟ ده انا زعل واجيب ناس تزعل واعملها معاك وبغباوه. ايه يا دي مخبى اللي هتعملها معايا؟ ما تغلطش بقى عشان ما تجيش فيك. هي هي ايه اللي هتيجي فيه؟ هو انت هتحدفه بطاقتها؟ بس انت عايز تتربى من اول وجديد ولا ايه؟ انت بتبصلي كده ليه يا ولد؟ انفخ انفخ لمامتك، ما انت مش متربي. واللي مربى ما مرباش. ايه؟ انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ ما هو اللي عم يمخ مي عليا وعم يغلط فيه. عموما حسابي معاك بعدين. معلش يا دودي ما تزعلش منه، بس الكبير ده دايما كده على طول قليل الذوق. والله يا بيبي انا ما رضيتش اتعصب عليه وكنت حق، بس عشان خاطرك انت يا روحي. ثانك يو يا دودي، ثانك يو سو ماتش. شايف الناس اللي اخلاقها عاليه مش زيك يا اللي ما تربتش. عموما حسابي معاك بعدين. يلا بينا يا بيبي نريلاكس فوقدتنا شويه. يلا يا بيبي. بيبي بيبي يا بيبي بيبي. اوه ما خلاص بقى يا كبير. ما انت سامع يا تومر تقول لي ايه؟ ريلاكس بالاوضه. ريلاكس فين يا دي انت؟ في اوضتي. لا اسمها اوضتك كبير قوي. سو اسمها اوضتك كبير قوي. الواد الصيص ده ما يحتبهاش واصل على جثتي. اوفر ماي ديد بودي. واي؟ هتقول لي واي؟ هتقول لي واي؟ فكرك الكبير قوي دلوقتي هيكون مزقطط بتربته وانت سحباله عيل صيص زي ده هتدخليه فرشته؟ سام في دي معاه حق. انا بصراحه انا كمان شايف كده يا سام. اخرس انت يا حيوان، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انت تنامي في اوضتي وانا انام مع توماس في اوضته، فاين؟ فاين. نهاركوا زي العسل. عاجبك كده يا دي يا ساجع؟ بصراحه يا كبير انت اللي بدات الخناقه. خناقه ايه؟ خناقه ايه يا موكوس؟ انا عم اكلمك على اللي بتعمل امك. ماله اللي عملته لماما؟ في ايه؟ ايه فين المشكله؟ انت قاعد مش راجل يالا؟ امك راحت تتجوز لي عيل صايع وانت قاعد تقول لي فين المشكله؟ ده انت ضيق قوي. سو وات؟ طالما في لاف وحب سو وات؟ نصغر مني ومنك. مش هو ميل وهي فيميل؟ يبقى سو وات؟ انا لو سمعت سو وات دي تاني هقطع الجزمه على نافوخك. انا مش فاهم انت معصب نفسك ليه؟ هي حره. اقول لك ايه؟ ما انت عيل بقصه وابن امك. يلا يا هديه. ابن امك؟ طب ما الطبيعي الواحد يبقى ابن امه، هي دي المفروض شتيمه يعني؟ لا هو تقريبا يقصد ان سام بتحبك اكتر منه. بس على فكره يا جوني الولد اللي متجوزاه سام ده شكله بيئه موت. I don't care. طالما الاثنين مبسوطين بيس. اهدى يا كبير وما توديش نفسك في داهيه. اماليني يا هديه. اهم لك تعمل ايه بس؟ اطخ الواد الصيص ده. وهي امك هتسيبك تطخه؟ ده انا اطخ واطخ واطخك انت كمان. اهدى يا كبير وصلي على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. اهدى كيف؟ والحاج عويس جاي هو رجالته بعد بكره. طيب سهوت. هتقول لي سهوت؟ يا ولي انا ما صدقت ان الراجل صفي من موضوع امي ده، اقول له ايه تاني؟ اقول له الوليه اتهمشت في النفوخه واتجوزت عيل قد ولادها. وهو هيعرف منين ان امك اتجوزت اساسا؟ يا نعمل ايه يعني؟ تخفيهم هم التانيين في اليوم ده. وما تنساش يا كبير ان دي امك اللي ولدتك وجوزها ده بردك في مقام ابوك. ابويا مين يا بنت؟ باي ذا واي انا مش مطمن للي اسمه حماده ده. ليه يا جماعه؟ ماله حماده؟ حماده شاب عادي جدي. انت هتعمل زي الكبير؟ اوكي بس طريقته غريبه شويه وبعدين تحسه يعني لايك حلنجي. على فكره الواد ده اكيد وراه حاجه غلط. نو واي. لو وراه حاجه غلط ماما كانت حست. ماما مديتيتور بقالها 20 سنه. اللي بيعملوا مديتيشن دول بيحسوا النيجاتيف فايبس. طبعا وهي خبره والاشكال دي عدت عليها كتير. جايز ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اي ثينك انه ضاع. جيرلز مش ممكن كلهم زي بعض مهملين جدا. انت كل شويه هتضيعيه ونلاقيه لك. ايوه يعني ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اشلي انت دورتي عليه كويس؟ يبقى ضاع. اكزاكتلي يا ابن اللعيبه مش ممكن. ايه يا الهند؟ بالي مأخده يا كبير. جبت لي منهم. حصل يا كبير زي ما امرت جنابك رحت للواد عوضين قاعد يبرطج قصر قصر. اعطاني 3 انواع قال لي ده بالي مأخده ده لو عاوزهم يغفلوا ينعسوا قد يمين 3 4 كده، وده لو عاوزهم يغفلوا يوم واحد فقط لا غير، والثالث ده اقوى واحد يا كبير اقوى نوع اللي هيبلع منه هو ونصيبه يمكن يغفل يمكن يموت. افرم عليك عاوز ادوق منيه يا كبير. اتقلب يا طفس. مخبل ده فاكرها بسبوسه. منوم ايه يا كبير؟ ده منوم هنحطوه للي اسمها سمنته والواد الصيص اللي معاها. يا شندلتي منوم ليه؟ الحاج عويس جاي يا بت لازم نتصرف وتويهم في اي اوضه. طب الهداوه يا كبير لحسن يجرى لهم حاجه احنا ما ناقصينش مصايب. هو انا جايب المنوم ده من الموان يا حتير انت؟ انا دايما من الزخانه اخوي من وشي. بص يا بيبي انا لفلفت في المنطقه اللي حوالينا ولقيت الحته اللي هنعمل فيها المشروع. هي مش كبيره ومش هتكلفنا كتير، هي هتكون حته الارض اللي حواليها الترعه. هنا هنفتح الكوفي شوب وهيبقى فيه مطعم منه فيه. هنا هنفتح جنبيه ملاهي وهيكون فيهم الكام مرجيحه اللي هي ولا يا ولا معايا. اخر حاجه وهي ايه؟ الترعه. بعد ما نوسع في الترعه هنشغلهم بقى على كام جيت سكي على كام بنانه على كام بدال اللي هنجيبهم. والمشروع ده هيتكلف كام؟ هو قايم نايم كده هيعمل له بتاع 2 مليون جنيه او 400,000 دولار وشويه فكه. شوف العمله اللي هتعرفي تسلكيها وانا هتصرف. بقول لك ايه يا زو، كوبايه عصير بس بسرعه. ايه ده؟ انت فاكر لي خدامي هنا ولا ايه؟ يعني شغال ايه؟ صفراجي، امياجي، عفشاجي. انا شغال مع الكبير بالنسبه لك. بقول لك ايه، انا ما قلتلكش تجيب حاجه عيب. هتجيب العصير يبقى متشكرين، مش هتجيبه يبقى الزحلق كده ووريني جمال خطوطك. يلا اتكل وشوف مصلحتك. يلا تعالى كل يلا. ثانكس هديه. بالهنا والشفا يا حماتي. بقول لك ايه، العصير ده تشربوه بعد الوكل عشان ما ينفعش تاخدوه على بطن فاضيه. اشمعنى يعني؟ ما خبراش والله، الدكاتره دايما بيجوا. فوتكم بعافيه. دودي بيبي، خليتهم يعملوا لك الفطير المشلتت اللي بتحبه. تسلمي يا روح روحي. بقول لك ايه، انا عايزك بقى تضربي العصير ده الاول عشان تعرفي تسلكي اللقمه. ما بحبش عصير البرتقال ده، برتقال يعني كله غذاء وفيتامين. لا، ما انا بعوضه بحاجات تانية. طب اشربي كده وجربيه يا حماده. قلت لك ما بحبوش. ليه يا بيبي كده؟ هتكسفي ايدي. اوكي يلا. جميل. جورجس يجنن. بالهنا والشفا يا روح روحي. وانت مش هتشرب العصير بتاعك؟ بيحرق لي معدتي وعامل لي حموضه. طب وخليتني اشربه ليه؟ عشان انا عايزك تتغذي وتبقي كويسه. عشان خاطري بقي صغنون. والله لما تتشقلبي ما هاخد شفطه واحده. وبقول لك ايه يا بيبي، ما تتكش عليا قوي كده وحتى ابوكي. كنت رايح فين بس؟ فزاع. نعم. ما شفتش المحمول بتاعي؟ قصدك الموبايل؟ ايوه الموبايل. ما شفتش الموبايل بتاعي؟ لا ما شفتهش. فكرك لما اشوفها هرجعهولك هتسهلك في الجله. واحد فين البندقية؟ يا حجي حجي سمنتي ماما. يا مرحب يا مرحب. الدنيا كلها نورت. الغدا يا بيه؟ لا غدا ولا عشاء، احنا جايين نخلصوا في البيعه ونتوكلوا على الله. يمين بالله متاتي، ده احنا نتغدوا ونحلوا ونضربوا حجرين كمان. معلش يا كبير، اصل احدانا مصالح كتير، وبعدين يا دوب هم كلمتين هنقولوهم ونمضي العقود ونسلمك انك دي. طب حتى نشرب الشاي. الشاي يا بنت. شوف يا كبير، احنا عارفين انك طالب في المتر 400 جنيه، واحنا جايين النهار ده وطمعانين في كرمك، وعارفين كمان انك انت مش هتكسفنا وهتعمل لنا خاطر. بوه خاطر واحد بس؟ ده مليون خاطر وخاطر، ده انت على راسنا من فوق. السلام عليكم. السلام عليكم. باشمهندس حماده. حماده السياحه، وعشت مرتاحه، صاحب شركه طرز في الشرم والغردقه، واي حد رجال عنده اي مصلحه كده ولا كده ها ينزل ويسال على حماده السياحه، هم هيظبطوه احلى تظبيط. من ضيوف جوني برضك. انا من ايش صالح بيه. جود مورنينج. هاي جايز، أنا سمانتا. مش فاكريني؟ عاملين إيه؟ نسيت، أنتوا ما بتتكلموش. كوكي دارلينج، أخبار الشرب الجميل إيه يا كيوتشي يا كيوتشي يا كيوتشي؟ إيه ده؟ إيه الشنب الرهيب ده؟ ناحية إيفازي وناحية سري. أول مرة أشوف شنب أكبر من صاحبه. لو مش عاجبك مقاسه ممكن ترجعه وتجيبه أقل نمرتين. ممكن أقيسه؟ بعد يدك يا ست أنت. إيه يا حجاويل؟ إيه يا جدع أنت؟ أنت هتمد إيدك على حريمي ولا إيه؟ السد شكلها هتيجي فيك أنت. بيقول إيه الكلب ده؟ بتقول ايه يا دي حشنت؟ لا كده انت جبت اخرك، واللي هيعدي الخط ده انا هفلت دماغه نصين واديله قول. يرضيك الكلام ده يا كبير؟ ما برضك يا حاج عويس في فرق ثقافات يعني والحاجات دي. بقى كده بينا رجاله ومفيش سلام عليكم كمان يا حاج عويس. بسلام الله يا راجل. كنت هقول لك يا حاج عويس والله العظيم ثلاثه الواد الصيص ده يبقى جوزه دمي يا حاج عويس، امي اطخها يعني يا حاج عويس. ده ربنا وصانا بالوالدين احسان. حاج عويس حاج عويس راحت البيعه، راحت البيعه وحنتفضحوا في البلد فضيحه بجلاجل. الحاج عويس ده ما يتبلش في خشم الفول، عارف الفول؟ انت عبد ايه عم الكلمه الموبايل يا كبير، الموبايل ما لاقيهوش. ضيعت الموبايل ابو 2000 جنيه يا بهيمه. لا ما ضاعش، ده مش اول موبايل يخفى من الدوار، موبايل توماس وموبايل اشلي كمان ما لاقينهمش. باه يبقى في حرامي في الدوار. شكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك. كده محاميل محاميل يا صيص. البيه جوزك طلع حرامي ورد سجون وما اسموش حماده من اساسه. انطق ياد، اسمك الحقيقي ايه؟ هتنطق ولا اطلق عليك فزاح؟ حقول والمصحف لا يعلى على كل حاجه. بص بقى يا بيبي بيبي دي لو نطقتها تاني هتففك اسنانك. بص يا حاجه ام الراجل المحترم ده، هو انا اصلا ما اسميش حماده سياحه، ده منظر حماده سياحه، انا اسمي رضا البشبيشي. مش معقول. ايه ما مصدقاش؟ طلع البطاقه هاي. البطاقه والله ما معايا، والله ما معايا، ما انا حطيتها لك. ايوه صح. ايه يا هدي انت مش اداك البطاقه وديتها لك؟ مين انت؟ ما كنا نضرب فيه. معلش يا شباب، معلش عندي انا دي، معلش تمسحها فيه. خد اقرا دي. من فضلك يا هديه خدي اقري لي عشان انا مش بعرف اقرا عربي. حاضر يا حماتي. الاسم رضا السيد احمد البشبيشي. العنوان 4 بلوكات ناصر دمياط. الوظيفه فني تبريد وتكييف. ذكر اعزب. رقم البطاقه. فيه يا بت فيه. ناقص تقولي لي الفانيله بتاعتها ميديم ولا لارج هنزله؟ يا سافر. ولسه البيع طلع عمل قلق كبير قوي قوي في دمياط، وهناك مدين لي نيك نيم رضا المشت. ما تكمل ياد ليها تاريخك الاخضر يا كمل. انا اصلا مسجل نصب والحكومه بتجري ورايا في كل حته، فهربت على شرم عشان القط رزقي فيها. يعني ايه تلقط رزق؟ يعني اشوف اي واحده كده خواجايه ولا كبيره زيك اتجوزها واطلع بالمصلحه وبعد كده ابقى اخلع. غشاش عنك انت يا ست الكل. غشاش ثانك يو فزاع. امن الجناب فزاع، امن الجناب. اطلع بالواد الغشاش ده الاشرف وقول له الكبير هيسلم عليك ويقول لك دو يور بيست. ده اوفر يا كبير. جزره وقطمها جحش. مع السلامة يا حج، هنتوحشوكي والله. يمين بالله الولاية المتحدة هتنور والمظاريف هتضلم يا ست الكل. ألف سلامة. أوه فزاعة ثانك يو ثانك يو ثانك يو فور everything ثانك يو سو ماتش. والنبي اللي تكرريها تاني يا حماتي. حاضر يا حبيبتي. هو الكبير فين؟ الكبير خرج من الصبح. وأنت مالك أنت يا حيوان؟ أنا بسألها هي. على فكرة أنا ما بكلمكيش، أنا بكلم جوني. بس يا ما أنت مالك أنت يا حيوان؟ مش ممكن بتحشر في المالوش فيه. عموما انا كنت عارفه ان هو مش حابب وجودي هنا. من فضلك سلمي لي عليه هديه قوي. من عينيا يا حماتي. يلا تاخرنا. استنى. مع السلامه يا حماتي. هنتوحشوكي والله. سو كيوت سو ماتش. تيك كير. مع السلامه يا حماتي. السلامه. باي سام. في حفظ الله. باي. طريق السلامة. ايه يعني ما هتسلميش عليا يعني؟ يا قلب ماما يا كوكي، كنت فاكرك مش هتسلم عليا. كيف يعني؟ انا كنت في السوق بجيب لك هديه. بجد؟ زينه؟ زينه وحشمه، وممكن تلبسيها في امريكا كمان. طبعا هلبسها يا كوكي طبعا. بص، عايزه اوصيك خد بالك من اخوك جوني وما تتخانقوش مع بعض والا هرجع لكم. ما تخافيش، ما نلعبش مع غرب وهنشرب اللبن بالليل قبل ما ننام. طيب خلاص خلاص خلاص، مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا ماما.